والله لو تطبق هذه الأشياء يمكنك أن تجني آلاف الدولارات، 1000 دولار، 2000 دولار، 3000 دولار بدون رأس مال، بدون خبرة، بدون أي تجربة، فقط طبق، طبق هذا ما سأقوله لك في هذا الفيديو، والله ستشكرني في الأخير، والله يحب الكرام موقع أو بوت صادق صادق مليار في المئة، ويمكن أن تجني منه قوت يومك وأنت في منزلك بدون أن تفعل ولا شيء، فقط ترقب الحلقة بالأول والأخير سوف تنفعك لا محال. وقبل الدخول في صلب الموضوع نقوم بالتعرف الفائز في آخر حلقة حول المسابقة التي نعمل على كل فيديو. أحبتي الكرام عليك إلا أن تقوم بعمل لايك للفيديو وتعليق محفز أسفله وتقوم بمشاركة هذا الفيديو في أي وسائل التواصل الاجتماعي إذا أردت أخي الكريم. بعدها تكون متوفرة فيك الشروط، هنا خمسة، هنا كتب كومنت بيت الترغدة، اشترك في القناة لكسر كل جديد قم بطرحه في التن أولى حول ربح المال من الانترنت. نعم أصدقائي من هذا حققت مبالغ كبيرة الحمد لله والشكر لله، سأريكم إياه في المحفظة الخاصة بي. أول شيء نقوم بالانتقال إلى هنا وكذلك سأقوم بالسحب منه وكذلك مجددا لكي تعرفون طريقة اللعب في هذا. نعم كل هذه الأشياء مجانية أقول لكم من هذا المبالغ، ما عليك إلا أن تطبق ما سأقوله لك ولقد قمت بشرحه في قناتي ما مرة ما اثنين. نعم سأريك الطريقة خطوة بخطوة كيف تتعامل معه كيف تسحب منه لاحظ ما يجده هو يعطيك هذه البيوض كل دقيقة. نعم كل دقيقة يعطيك هو البيوض هنا، فقط عليك أنك تخدم طريقة فقوس أو بالدارجة قاقصي. نعم هذه الطريقة التي عليك أن تشتغل بها في هذا البوت يا احبتي الكرام هكذا وانت تجني الدولارات. نعم لاحظ من سأقوم بالسحب من سأريكم جميع سحوباتي هاي الدولارات هذه هي تذهب الى هنا، هذه البيوت تذهب الى هنا ويمكنك ان تقوم بحتى دير بيوت، لكن عليك ان تقوم بفتح كذلك هذه الخانات، هذه الخانات تعطيك ارباح كبيرة، مثلا هذه يقول لك ارباحها ومن 0.09 الى 0.8 الى 1 دولار كل دقيقة. نعم وهذا شيء جميل جميل جدا، سأريك الطريقة لاحظ ما جدا هذه هي التفقيص هاي لاحظ ما يجينا هاي هو التفقيص بهذه الطريقة هكذا. إذا كنت ناشط هنا في الموقع سأعطيك آلاف بالعشرات الآلاف نعم لكل بيضة عالم. أول شيء نقوم نحن بالانتقال نحن إلى هنا إلى هذه الطريقة إلى الويترا، وهي الويترا وكذا يكون الانفيتيشن الذي يكون المور دايمنز، هذه المور دايمنز يمكنك أن تقوم بالخيارات هنا في بعض الأشياء وهو يعطيك كذلك هنا دايمنز. نعم هذه الدايمنز تسمح لك كذلك هنا بالسحب، نقوم بالنقل نحن إلى الويترا وهكذا لاحظ ما جيدا ها هي سحوباتي كلها أنا من هنا لاحظ، نقوم بالنقل على الريكورد بهذه الطريقة هكذا لاحظ هاو هو السحب الأول السحب الثاني السحب الثالث أحبتي الكرام وكذلك هنا. نعم هاي هاي احبتي الكرام كذلك هنا الهاش وكذلك الباش عالم، اقوم بالسحب كذلك احبتي الكرام منه. لاحظوا معي جيدا انا هنا في الدايموند دي 214 دايموند يقول لك هنا لاحظ معي جيدا نعم نقوم اولا بتفقيص هذه الاشياء كلها من هنا نقوم بتفقيصها هكذا نعم كي لا اطال عليكم في هذا الفيديو بهذه الطريقة هكذا تقوم بتفقيص هذه البيوض هكذا هكذا فقوس انت عالم هنا كما اشتري له كل دقيقة كل دقيقة يعطيك هنا لاحظ ما كل دقيقة يعطيك هنا هذه البيوض وكذلك البيوض المملوءة بالدولارات هاي الدولارات انا لدي هنا تقوم بسحبها عبر الويترا من هنا. نعم ها هو يقول لي اين هي الويترا وهاي الويترا وهاي هاي هاي الويترا وهي هاي الويترا لاحظ ما الان يقول لي لاحظ ما جيدا يقول لي يمكنك ان تقوم بالسحب 3 دايما 0.1 يو اس دي تي لكن انا لدي 214 ساقوم بالسحب انا 5 يو اس دي تي وكذلك لدي في المحفظه الخاصه بي انا هنا نعم ساريكم اياها ها هي في الروفيكس نعم في الروفيكس هذه واليت خارجيه موجوده على الموقع نعم هذه واليت خارجيه كذلك سوف يجد انت لديك انت عالم انا لدي هنا في المحفظه الخاصه بي هنا 5 دولارات هاي كذلك ساضيف انا 5 دولارات الاخرى وبعدها سوف تصبح لدي 10 دولارات وساقوم بالسحب الذي مثلا يقول لك اذا اردت ان تقوم بالسحب انت هنا 5 دولارات اخرى عليك ب 140 نعم انا ساقول له نعم بهذه الطريقه هكذا وهي تمت الروفكس والتراو بنجاح بهذه الطريقه هكذا اقول له هكذا بعدها نقوم بالرجوع نحن الى هنا لاحظ معي جيدا لدي هذا الرصيد لم يتبقى لي هذا الرصيد نقوم بالدخول الى هنا لاحظ معي جيدا هكذا نعم نقوم بعمل نحن هنا هكذا اكشواليزي
نعم بهذه الطريقه هكذا اكتواليزي. فهي اصبحت لدي هنا 10 دولارات كما تراها انت هنا الفوق، الحمد لله وشكر الله. الان ساقوم بطلب سحب انا هذه 10 دولارات، مثلا هذه يقول هذه والد خاصه بي في ذلك البوت، ساقوم بطلب سحبها عادي جدا. تقوم بان نقرا انت فقط هنا على اليو اس دي تي هنا بهذه الطريقه، ثم هنا الودرا وهكذا، بعد تختار انت هنا اليو اس دي تي، ولا تقوم باختيار هنا الشبكه. نقوم باختيار هنا الشبكه، مثلا هنا شبكه تي ار 7 نعم على هذه الطريقه هكذا. بعد اقوم بان نقرا انا هنا على اول هكذا، يقول لك الحد الادنى للسحب اصبح وهو 15 دولارات. هنا اصبح السحب 15 دولارات، احيانا تكون 10 دولار واحيانا 15 دولار. نعم انا قد قمت بالسحب 10 دولارات يا احبتي الكرام، اريتكم اياها. نقوم بالرجوع نحن الى هنا، عادي عادي جدا على هذه الطريقة هكذا. هذه ريكورد، نعم هذه راه سحوبات، هاي بقات تقوم بالسحب هنا 10 دولارات وخمسة وخمسة كما تراها أنت هنا. عالم هذه أشياء عادية. نقوم بالانتقال نحن أولا إلى هنا، لاحظ معي جيدا، مثلا سأقوم بالجمع كذا يكون 140. هنا الدايموند، الدايموند أحبتي الكرام عليك أن تقوم بدعوة بعض الأصدقاء هنا، مثلا هنا هاد الأصدقاء هادو اللي كان تقوم بدعوتهم. عندما تقوم بدعوة صديق سوف تأتي إلى هنا، تقوم بأن نقرأ أنت هنا على هذه، نعم سوف تجد بالأصفر، تقوم بأن نقرأ عليها هكذا، هي كليم ساكسفول يا أحبتي الكرام. وكما قلت عندما تقوم بدعوة صديق تحسب لك جوهرتين هنا، فقط عليك أن تقوم بأن نقرأ عليها. نعم يقوم بالتسجيل، يقول لك هنا يقوم بالتسجيل، ولديك 20 دايموند لكي تقوم بعمل لها كليم أو جمعها يوميا، يوميا 20 دايموند. مثلا تقوم بجمع 20 دايموند سوف تصبح يا احبتي الكرام 110، 110 لن تسمح لك يا اخي الكريم بان تقوم بالسحب كذلك انت هنا 5 دولارات اخرى لكي اقوم بطلب سحوباتي. لكن ساقوم بالانتظار حتى اصل 140 وساقوم بسحب 15 دولار، 15 دولارات فهي مربحه للغايه يا احبتي الكرام. نعم هنا في المحفظة الخاصة بي عبر الروبكس هنا سأقوم بإظهار لكم هنا الريكورد الخاص بي للويدرا. هنا لاحظ معي أن قد قمت بسحب 14 دولارات، كذلك هنا 14 دولارات مباشرة في المحفظة الخاصة بي، وهذه هي الأشياء التي قمت بعملها أنا هنا في الروبكس. نعم عالم كذلك هذا البوت مربح، مربح للغاية أقسم بالله بالكرام. لو تعرف تعرف طريقة العمل فيه يمكن أن تجني منه ألاف الدولارات. نعم صادق مليار في المئة، هذا صادق مليار في المئة. فقط عليك أن تعمل بهذه الطريقة، تقوم بتفقيس أنت البيوت. نعم هذه البيوت تقوم بتفقيسها، أنا تقوم بتفقيس هذه البيوت كلها وسأعود إليكم. نعم أنا قد قمت بإكمال هنا البيوت، هنا يعطيني كذلك هنا مجددا تمتلئ هذه الخانات بهذه البيوت، ويمكنك أن تقوم بتفقيسها كما أشرت إليه. إذا كنت ناشط سوف يعطيك ألف ألف من البيوض، وكل البيوض تحتوي على المال وكذلك تحتوي على هذه المئات الآلاف التي يمكنك أن تقوم بفتح منها خانات أخرى. وأنا أنصح بالكرام بالتركيز كذلك هنا على الدايموند، الدايموند صاحبتي الكرام حاول أن تقوم بالترويج يا أخي الكريم، حول فيسبوك انستغرام لكي تقوم بزيادة أنت هنا الدايموند الخاص بك وتربح منه ألف 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 الدولارات. هذا أقسم بالله حتحقق منه ألف الدولارات، وصادق يدفع لك مباشرة إلى المحفظة الخاصة بك.